استعادت الفنانة مي كساب ذكرياتها مع والدها بصورة تجمعهما من حفل زفافها، ونشرت الصورة على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وتمنت التعافي من وعكة صحية، ووجهت رسالة لوالدها قائلة: بابا أغلى ممتلكاتي وكنز حياتي، ربنا يقومك بالسلامة ويطول في عمرك ويخليك لينا، لأننا من غيرك ولا حاجة. وتوالت رسائل الدعم والدعاء لوالد الفنانة مي كساب بعد مشاركتها صورتها مع والدها التي تعود لحفل زفافها، وإعلان مروره بأزمة صحية، وتمنى متابعوها له التعافي والإطمئنان عليه. وفي وقت سابق أعلنت الفنانة مي كساب عن انتهاء ألبوم زوجها المغني أوكا، وكشفت مي في تعليقها على الصورة سر الاسم الذي أطلقه زوجها أوكا على الألبوم، وذلك في تدوين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث كتبت: بصراحة جديدة جدا جدا، ومش عشان جوزي، أنا بقول الحق، أوكا شاطر مخلص حقيقي موهوب مختلف، هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدا في كل حاجة بإذن الله، تنبسطوا قريب جدا، ألبوم محمد صلاح 2021. وأضافت مي كساب ملحوظة: أوكا اسمه الحقيقي محمد صلاح، والأغنية دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا. وفي تدوينة أخرى عبر حسابها على موقع انستجرام كتبت مي كساب: الحمد لله النهاردة سلمنا ألبوم أوكا الجديد محمد صلاح، إن شاء الله تسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجة، كلمات وألحان، توزيع أداء، ميكس ماستر، تعب شهور، ربنا يديك من فضله وكرمه عشان أنت تسهل خير الدنيا كله يا حبيبي.